للحديث عن تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان ينضم إلينا عبر زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ علي شندب. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. ظاهرة تكررت في الأيام، أهلا بكم أستاذ علي. تكررت ظاهرة الآن ولأكثر من مرة، اقتحام البنوك في لبنان مع ازدياد حدة الأزمة السياسية والاقتصادية تحديدا. يا ترى يعني ماذا تعني تزايد هذه الظاهرة خلال هذه الفترة، وخصوصا استخلاص المودعين؟ مساء الخير، شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى اهتمام الرافدين حقيقة بالجانب بالشق الاقتصادي والمعاناة الإنسانية في لبنان، وهي معاناة بكل حال متماثلة مع المعاناة في العراق. هي نتيجة نسق سياسي متشابه متطابق يحكم في البلدين. عموما الشعب اللبناني ضاق زرعا من المنظومة الحاكمة للواقع اللبناني، ضاق زرعا لأن جدان عمره يضيع أمامه. اليوم جمعية المصارف أصدرت بيان خطير، يقول البيان بأن الاعتداء على المصارف من قبل المودعين قد يساهم في ذهاب ودائعهم. يعني هو يبتز المودعين بأنكم إذا ما تعرضتم للمصارف مرة أخرى فهذا الأمر قد يؤثر على سلامة ودائعكم. في الحقيقة نحن في لبنان محكومون من عصابة متكاملة الأضلاع، هي تحكم بالتكافر والتضامن فيما بينها، وهذه العصابة هي عصابة القوى السياسية وبينها حزب الله، ولكن ليس حزب الله لوحده للإنصاف والأمانة، فشركاء حزب الله كثر من التيار الوطني الحر، من القوات اللبنانية سابقا، من تيار المستقبل، كل ومن حركة أمل نبيه بري ووليد جملاط، كل هؤلاء، هذه هي المنظومة وغيرهم، لا أريد تكرار الأسماء. كل هذه القوى السياسية تواطأت حتى على تقاسم وتحاصص تحاصص الجبنة والكعكة في لبنان، حتى وصل الواقع إلى ما وصل إليه. اليوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقول نحن مستعدون للمساعدة لكن إذا ما حصلت الإصلاحات. الأمر مربوط بالإصلاحات، الإصلاحات تعني إدانة الطبقة السياسية عما سلف. الطبقة السياسية ما زالت تمسك بزمام الأمور وهي غير مستعدة لأن تدين نفسها ولن تسمح لأن تدين نفسها. لهذا نحن اليوم نشهد حراكا خطيرا عنفيا، هناك جرائم قتل تحصل في كل المناطق اللبنانية وخصوصا في الشمال، في طرابلس بالأمس حصل من أيام أربع قتلى سقطوا ضحايا نتيجة مشكل شخصي. الإعلام في لبنان مع الأسف الشديد ذهب إلى داعش واستحضار داعش، فقط في طرابلس داعش، أما أي منطقة يقتل فيها أي كان فلا يذكر لا داعش ولا أخواته، وكأنما هناك أمر ما يرتاب منه. أزمة الدولار أثرت بشكل واضح على المحروقات، مما زاد من معاناة المواطنين اللبنانيين. هل تتوقع أن تكون هناك تظاهرات أو تفاقم للأوضاع وتظاهرات أكثر اتساعا؟ سيدي الكريم، اليوم الدولار وصل إلى مستوى غير مسبوق 38,000، وخبراء الاقتصاد والسياسة الممسكين في القرار في لبنان يبشروننا بأن الدولار ذاهب باتجاه 50,000 ليرة. أيضا اليوم مؤسسة كهرباء لبنان قالت بأن جميع المعامل المتوقفة عن العمل باستثناء معمل يعمل في الطاقة المائية، سد الليطاني في البقاع الغربي، وأنها غير قادرة على إنتاج بمعمل الجية مثلا لأن أهالي الجية قد اقتحموا هذا المعمل. من حق أهالي الجية أن يقتحموا المعمل لأن الطاقة تنتج فيه وتذهب لغير منطقة وهم يعيشون في الظلام، هو لبنان كله يعيش في الظلام. أنا أعتقد الانفجار الذي لطالما حذرنا منه، أنا أعتقد بأنه يحصل، لكن سيحصل شعبيا، لكنه سيحصل عنفيا، سيحصل باستلاح. نعم أستاذ علي، لماذا لبنان؟ لماذا لبنان؟ لماذا لبنان تحديدا يتم تعريضها إلى هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة؟
ويتم تعريضها إلى أزمات سياسية متلاحقة، لماذا لبنان؟ لا، نحن ليس أولا ليس لبنان وحده. إذا ما نظرنا إلى دول جوار لبنان فنجدها بأنها جميعا وعليكم السلام. سوريا كانت دولة، سوريا التي نعرفها انتهت، الآن هناك سوريا جديدة، العراق الذي تعرفه الناس انتهى، الآن هناك خطر يدق باب الأردن. لبنان بقي هو تقريبا الحلقة الوحيدة بين هذه الدول التي، لكن الغرب وعبقرية السياسة أيضا المتواطئة مع الغرب بشقيه الشرقي والغربي استنتجت حلولا تؤدي إلى إسقاط بلد مثل لبنان ودفعه إلى الانهيار بدون حرب، بدون حرب، بينما دول أخرى سقطت بالحرب. وهنا علينا أن نتفحص كثيرا ونتوقف مليا كيف أن القوى الخارجية المتقاسمة للنفوذ الأقليمي في المنطقة والدولي في العالم، أن نعرف بأنها طورت أساليبها في السيطرة والهيمنة. الآن أستاذ علي أخيرا، يعني أين الداعمون التاريخيون للبنان من عثراتها الاقتصادية وخاصة منذ اتفاق الطائف؟ سيدي الكريم، يعني الداعمون يعني هم يعني لا أفهم معنى هذه الكلمة صراحة، لأن هناك وظيفة للبنان، الداعمون دعموا تلك الوظيفة، دعموا الوظيفة السابقة للبنان، هذه الوظيفة السابقة يعني انتهت وتم القضاء عليها باغتيال رفيق الحريري، والآن هناك وظيفة جديدة ترعاها وتهندسها إيران. كل الداعمون السابقون ومعهم الغرب غير قادرين على تعديل الوظيفة الجديدة للبنان كلهم. وبالتالي نجد حتى أن ماكرون يمتدح مثلا حزب الله ويفتح قنوات اتصال مع إيران من أجل عدم، تحت شعار عدم عزل حزب الله بوصفه قوية مؤثرة. طبعا حزب الله قوية مؤثرة، لكن من الذي سمح له للهيمنة على كامل لبنان؟ من الذي أعطاه الضوء الأخضر ليمد هيمنته ونفوذه باسم المقاومة على كل لبنان؟ هنا السؤال، وهنا مربط الفرس. وكيف أصبح لبنان نفوذ الكلمة العليا فيه لإيران؟ لماذا العرب دائما هم في مؤخرة الصفوف وعندما يطلب منهم أن يؤدوا دورا يتلكؤون؟ هذه هي المسألة. التسول لا تبني سياسة. عربيا العرب يتسولون نفوذا في لبنان، واللبنانيون اليوم يتسولون لقمة عيشهم، وإيران المتحكمة الوحيدة والمرتاحة على وضعها في الواقع اللبناني. شكرا جزيلا أستاذ علي شندب، كنت معنا عبر الزوم من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا لك.